السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم وصفة ديال سلو صحي. يعني هاد سلو ما غنديروش فيه السكر، وما غنديروش فيه الدقيق الأبيض، وما غنديروش فيه الزبدة أو الزيت، لأن فهو صحي 100% ولذيذ جدا، بحيث اللي ذاقه كيعجبه. إذا بغيت نتقاسم معكم هاد الوصفة، وإلا جربتوه غادي ينفعكم وغيعجبكم. إذا غنبداو المقادير. غندير بالنسبة يعني الكيلو، جهد كيلو باش نعطيكم الوصفة، ومن بعد اللي بغات تضوب المقادير أو تنقص فلها ذلك. إذا أنا غنقول غناخد كيلو بين الزنجلان واللوز، يعني غناخد هنا نص كيلو لوز ونص كيلو زنجلان. هنا اللوز حمرناه، لاحظتوا بانه ما مقليش في الزيت، اذا فهاد اللوز محمر ناشف، ما كاينلاش نحيدو القشره لان فيها منافع، وما كاينلاش نقليو في الزيت لان الزيت القلي في الزيت مضر. اذا عندنا نص كيلو زنجلان مقلي حتى هو محمر، اذا وعندنا اللي بغى يضيف زريعه الكتان، فهي ايضا عندها عده فوائد. هنا دي الرابعه ديال زريعه الكتان، فهي كنحمروها. اذا فبالتالي الا خديت هنا كيلو بين اللوز والزنجلان، يعني هاد النواشف الاخرى غناخد فيها المجموع كيلو. اذا هنا عوض الدقيق الابيض غناخد الدقيق يعني كامل، دقيق القمح الصلب الكامل، يعني الدقيق بالنخالة الرقيقة ديالو. اذا اللي كيطحن الدقيق او عفوا القمح راه غادي يغربل غير النخالة الغليظة، واللي اللي ما كيطحنوش راه يمشي للمحلات التجاريه الكبرى، راه كاين دقيق القمح الكامل يعني فيه الالياف. اذا فبالتالي هنا عندنا بالنخاله رقيقه، اذا هنا غناخد نص كيلو. عندنا الشوفان او الخرطال، اذا الشوفان اللي غنحمرو، دقيق القمح ايضا غنحمرو، ودقيق القمح هاد الصلب يمكن يتحمر في المنزل بسهولة، انا غنشوفو طريقة التحمر ديالو، يعني ما كاينش مشكل فيه في التحمر. اذا عندنا هنا الشوفان او الخرطال ربعة، تا هو كنحمروه في المقلة وغنطحنو كلشي. هذا الايلان او الدخن، اذا الايلان تا هو كنحمروه باش يطحن مزيان، تا هو غناخدو ربعة. اذا كتلاحظوا خدينا كيلو بين الزنجلان واللوز، وكيلو في هاد يعني الدقيق، يعني دقيق الشوفان، دقيق ايلان، ودقيق القمح الصلب. اذا بالنسبه للعطريه اللي غنستعملو هنا، المنسمات غنستعملو القرفه، اذا معلقه ونص القرفه، معلقه كبيره ونص القرفه. غناخدو معلقه كبيره ديال حبه حلاوه اللي غنحمروها ونطحنوها، ومعلقه كبيره ديال النفع. وبالنسبه هاد القرفه والنافع وحبه حلاوه، راه ملي تخلطوا ذوقوا ذوقوا، الا كتبغيو النسمه ديالهم كثر الواحد يقدر يزيد على حسب الذوق. وغنديروا راس معلقه ديال الملحه، وراس معلقه صغيره ديال المستيكا ولا المسكه الحره اللي غندقوها في المهراز مع شويه السكر. اذا باش غادي نجمعوا هاد الشيء كله، غنجمعوه بالعسل الحر. اذا العسل الحر، اذا هنا عندي انا خديت كميه كبيره لان انا باغا نصاوب كميه كبيره ديال السلو. المهم ان تقريبا غيقادكم شي كاس ديال العسل الحر. هاد العسل تقدروا تشريو عسل رخيص ديال الليمون ولا الاوكاليبتوس ولا الاعشاب، انا عندي هذا ديال الاعشاب، فبالتالي يمكن نستعملوه عوض ما نستعملو السكر. واللي ما عندوش راه كيستعمل السكر، ولكن الا استعملتي السكر كضطري تستعملي شويه الدهنيات. اذا فهاد العسل كيساعدنا بانه يجمع لنا السلو. اذا هادو هما العناصر. اذا غنشرح لكم الطريقه كيفاش غنديرو ومن بعد ندوزو. اذا عندنا هنا الزنجلان كنحمروه عادي في المقله، ايضا زرعه الكتان كتحمر عادي في المقله، كذلك بالنسبه للشوفان
كذلك بالنسبة الإلنان، اللوز إما تحمره في المقلاة أو في الفران، غنوريكم طريقة تحمار اللوز. وبالنسبة لحبة حلاوة والنافع، كتسخنهم غير شوية في المقلاة وحتى هما كيطحنوا. إذا هاد النواشف هادو يطحنوا عادي. إذا بالنسبة لي أنا غنبين لكم الطريقة كيفاش غنحمر الدقيق وكيفاش غنحمر اللوز، وبالطبع كيفاش غيطحنوا. اذا انا غنديه نطحنوا عند البقال اللي شريت من عنده هاد السلعه في المغرب، ولا عندنا كيطحنوا هما. الا طحنتيه عند البقال عندهم ماكينه يعني كيعصروا بها مزيان، كيطحنوا بحيث كيخرجوا الزيوت، كيخرج زيت الزنجلان وزيت اللوز، وهذاك الزيت هو اللي كيجمع السلم. الا ما قدرتيش ديه عند البقال اللي شريتي او ما كايناش هذيك الماكينه عندكم في المدينه ديالكم، فيمكنكم تطحنوا، ولكن خصك تطحنوا مزيان اللوز والجنجلان حتى يتعلقوا ويخرجوا الزيت ديالهم. غناخد كميه صغيره باش نوريكم طريقه الطحين اللي بغى يطحن هذا اللوز والجنجلان عنده في المنزل. ايضا غنخليو غناخدو نقولوا 100 غرام ديال اللوز و100 غرام ديال الزنجلان. اذا 100 غرام الزنجلان يتحمر ويبقى صايم، و100 غرام ديال اللوز يتحمر، وغادي غنهرمشوه شويه باش ملي نخلطو سلو من بعد نخلطوه معاه باش يبان لينا اللوز والزنجلان في هاد السلو. اذا كنتمنى نكون قدمت وصف شافي لهاد المرحله الاولى، وغندوزو المراحل المواليه. بالنسبه للزنجلان، اذا كنغسلوه ونخليوه ينشف، ومن بعد كنحمروه في المقله بهذه الطريقه. اذا غنبقاو نسمعوا حتى كيبدا يترتق. اذا هذه الطريقه اننا نغسلوه اولا، كيحيد منه داك التراب والحجر الكبير، ومن بعد ملي كنحمروه فوق البوطه، اذا من بعد عاوتاني غادي نغربلوه، غنغربلوه باش يحيد منه داك التراب الصغير ما يبقاش، وعاد غادي ننقيه. هذه الطريقه هو طريقه باش كنحضروا بها الزنجلان. بهذه الطريقه نحضروا الزنجلان. اذا ملي كنتحمر ملي كيتحمر كيصغر الحجم، اذا حتى الا كانت فيه شي شوائب ايضا كتصغر، فبالتالي في الغربال كندوزوها بسهوله، وكتسهل علينا التنقيه ديال هذا الزنجلان. شفتوا كتسمعوه كيطرطق؟ اذا ما نسهوش عليه، نبقاو نقلبوا فيه هكا بهذه الطريقه باش ما يتحرقش لينا. بالنسبه للوز اللي غنحضروا به سلو، من الافضل اننا نحمروه في الفران، واللي ما عندوش فران يحمروه في المقله ثقيله احسن من قليه، لان الا بغينا نقليوه كنسلقوه، العاده اننا كنسلقوه كنحيدوا ليه القشره، والقشره فيها عده فيتامينات ومنافع، وكنقليوه. القلي غير صحي، وايضا خاصكم تعرفوا بان السلو الا حضرتوه اللوز محمر كيجي ألذ من سلو اللي كنحضروه باللوز في السخن ومقليه في الزيت. فبالتالي هذه طريقه صحيه وايضا لذيذه. ايضا اول شيء خصنا اولا نقيوه، لان كتكون بعض الشوائب كتلاحظوا نقيناه. اذا الان سخنت الفران وغندير في هذا اللوز يتحمر، ومره غنبدا نرش بشويه ديال الماء، يعني غناخذ شويه الماء في يديا بهذه الطريقه، ونبدا نرش باش يفزك شويه، ماشي تفزك بزاف، غير شويه باش يتحمر ليكم كله، يعني ماشي غير يتحمر من برا ويبقى الداخل ما حمرش. اذا باش يتحمر بطريقه متجانسه، اذا مره كترشوه بشويه الماء وكتخلطوه، وعاوتاني كترجعوه للفران او في المقله. اذا بالنسبه للدقيق كنحمروه في المقله الثقيله، او الا عندكم شي طنجره ثقيله، شي كوكوط ثقيله، يمكن تحمروه. غديروا عافيه شويه ناقصه وتبقاو تقلبوا، ما تساوش عليه حتى يولي لونه ذهبي، حتى يتحمر دغيا كيتحمر هو، ما كيتكركب، ما والو، كي دقيق الفرز دغيا كيتحمر يعني بسهوله، كيولي ذهبي.
هذا هو الدقيق ملي حمرناه، غنوريكم الفرق كي كان. شتو الفرق؟ كنظن غنحط وحده باش يبان لكم شتو الفرق بيناتهم. اذا هنا كيتحمر كيولي ذهبي اللون. الان شوفوا كيفاش طحنا الزنجلان واللوز. غتشوفوا هذا الزنجلان، شوف كي كيمعلك هانتوما، شتو بانه كيخرج منه الزيت. نفس الشيء بالنسبه للوز، ها هو كيبان لكم انه مجموع. اذا الا طحن مزيان فبالتالي كيولي معلك، ما تحتاجوش المواد الدهنيه. وانا استعملت في الدار دابا هذه، ها هي معروفه كنسموها حنا في المغرب ان دو تروا، هذه. وكاين الان الات اخرين، المهم انا كنفضل نديهم لان عندي كميه كبيره، عندي وعند بقال يطحنهم، ولكن اللي عنده كميه قليله يقدر يستعمل يطحنهم في الدار. رجعت لكم الان بعد ما طحنت هاد المقادير ديال الصفوف او تاع السلو عند البقال اللي شريت من عنده. انا غنوريكم كيفاش كيتجمع. انا مازال ما ضفت ليه حتى شي ماده اخرى، فقط هادو النواشف. انتم شوفوا كيتجمع، مازال ما درتش ليه العسل دابا. اذا بقي الان غنضيف ليه المنكهات، حبه حلاوه والنافع والقرفه ومسكه حره، وغادي نجمع بالعسل. العسل سخنته غير شويه، ماشي سخون بزاف، يعني غير باش يطلق. عرفتوا العسل الحر كيجمد مع المده، اذا باش يطلق شويه العسل انا سخنته. اذا نبداو على بركه الله. غنضيف دابا حبه حلاوه، ندير معلقه كبيره حبه حلاوه، معلقه وربع هكا. النافع نفس الشيء، معلقه كبيره النافع. القرفه غندير شي معلقه ونص على القرفه. بالنسبه للنافع حبه حلاوه غربلوهم ملي طحنوهم، ومعلقه صغيره مسكه حره اللي كنت دكيتها مع شويه السكر. ونضيف شويه الملحه. غا شويه الملحه. دابا غادي نخلط ومن بعد نضيف العسل. هو اللي عنده آلة العجن الكهربائيه، انا شويه كدير عندي الصداع. اذا انا راه مزيان تخلطوها به مزيان، كيعاود كتعاود الزيت كيخرج مزيان ملي كتعاود تطحنوا بالاله الكهربائيه تاع العجن. غندي حفر في الوسط، وغنكب شويه العسل. لاحظتوا بانه سائل شيئا ما، هادو شي جوج كيسان كبار. المهم ما غنعاودش نضيف دابا حتى تنجمع تنشوف واش تجمعات ولا لا. كنحاولوا ندلكو مزيان، طبعا هي شويه التريكو نازل لتحت ما نقدرش نعري ليا، لكن ملي تكونوا تخدموا ما يكونش حوايجكم نازلين. الان بعد ما دلكت سلو مزيان غادي نضيف ليه الزنجلان بعد ما حمرته، كميه من الزنجلان باش تجينا بنت الزنجلان فيه مزيان. واللوز بعد ما حمرته، ماشي قليته، حمرته وهرسته، يعني يبقى خشين شويه يبقى باين. وعاد نخلطو معاه باش ملي تاكلو سلو تلقاو يعني الطرفه ديال اللوز وتلقاو الزنجلان. كنقدم لكم الشكل النهائي ديال سلو اللي حضرناه بطريقه صحيه. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، تجربوها وتشاركوها مع اصدقائكم، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والعافيه وزياده في الايمان.